البنات كنتمنى تكونوا بخير ومزيان مع هذا الجو هذا. دونك انا اليوم جبت لكم بالنسبه لهذا الجو هذا اللي كنقعوا فيه بزاف المشكل في هذا البرد، هو شنيفات ديالنا تبداو تتشقوا تبداو تتقشروا، كدير العكر تيولي حالته تيبان مكرفص. دونك جبت لكم الوصفه ديال الكوماج كي كندير انا الكوماج. ديزولي باسكو انا براسي راني مريضه ما قدرتش نهضر بزاف. اون بليس دو سا انا هاد الكوماج هذا تيعجبني، عندي جوج ديال الكوماج اللي كندير بغيت نشاركهم معكم، وبغيت نقول للبنات اللي تنساو ما يديروش الكوماج للفم ديالهم، راه سي امبورطون البنات، بحال الوجه بحال الكوخ بحال كلشي ما خصش نساوهم. دونك خص الكوماج كيما ديري لوجهك تيتيليزي حتى الفويم ديالك، باش ابخي فاش كدير هكاكر تيبان عندك فويم زويون بكل وساطة. دونك بقاو معايا باش تشوفوا لا غوسيط كيفاش كندير دي دو كوماج اللي انا موجده لكم اليوم. الوغ كنحتاج زلافه ومعلقه، وكناخد شويه نتاع السكر، معلقه السكر، وكنبدا كنضربو بحال هذا الشكل هكا باش يرطب على الطريقه، وكناخد شويه ديال الزيت البلديه فريمون شويه كلكو غوت، ابري شويه ديال العسل، و فازلين. ونحاول نجمع هاد العناصر كامل. دونك على هاد الطريقه هادي، الا شتا جاريه نزيد شويه السكر، دونك حيت هي ما خصهاش تكون فريمون جاريه. ومن بعد فاش كنجمعهم سوا كتوتيليزي هذيك الساعه واللي شاط اللي كيشاط كديريه سوا في بواطه بحال هادي هاد لي بيتيت بواط، ولا انا توجور كناخذ هادو نتاع الفم ما كنلوحهمش كنغارديهم وكنديرهم فيه و يدي كتزلق وكنديرهم فيه بحال هذا الشكل هكا. هو هذا اللي كنوتيليزي درتو، وكنبدا كنديرو شويه في الثلاجه يبرد باش كيجمع راسو وكيبدا على هذا الشكل. فوالا غوماج في ميزون فريمون اون با بيزوين تشيرشي ايغ اوبس. فوالا على هذا الشكل. دونك انا ما كنلوحهمش كنغارديهم باش كنبقى ندير توجور فيهم لي كوماج، وكيجيني براتيك وكيجي باين. دونك فوالا هذا هو بور الكوماج الاول. بور الكوماج الثاني غادي نحتاجو سي ان بول. الوغ بور الكوماج الثاني نحتاجو سي زلافه ومعلقه كوم دابيتود بيان سور، عاوتاني شويه السكر السكر بيان اوسي لو سكرو لا كاسونال على هذا الشكل، ونحاولوا ما نديروش بزاف، او كيلكو غوت نتاع الزيت اللي بغيتو. انا غنوتيليزي هاد ويل داموند هكا كيلكو غوت غير باش ينسم ويعطينا واحد ليدغاتاسيون الوجه الفم باردون، وشويه ديال الزيت البلديه، وبيان سور العسل اللي هو رائع. واخا دي فوا ما قديتوش ديروا هاد الكوماج ديروا غير العسل بوحدو سي سوفيزون فريمون بركه. وغادي نحتاج لي كولورون اليمونتير. انا ناخذ هاد الروز روز روج، المهم نتوما تختاروا لي كولور اللي بغيتو، وعاد الموسمات اللي بغيتو النكهه اللي كنتو بغيتو تشموها ديروها ساوسي وميلونجي كلشي على هاد الشكل. فريمون خصك تميلونجي مزيان. فوالا وفاش كنسالي كنديرو في القرعة ديالي باش ما يدار لياش، ونقدر نوتيليزيه فرانشمون. انا كنوتيليزيه بليزيوغ فوا دون لا سيمين كوم كنديرو الروج عليه في تولي جور اي تو،
دونك الفوم ديالنا الى بيزوان فريمون بيزوان او كنديرها في قريعه فوالا كتبقى مسدوده وبراتيك ولا في هذا الشكل هذا اللي عندكم دي بلوزيغ المهم هذه سي نيدي بور فو دونك فوالا سيتي سا لي دو غوماج لي كندير كنت كنوتيليزي الغوماج الاول والثاني دونك vous êtes pas obligé de ديروهم بجوج المهم واحد فيهم المهم بحال كاسيمانه هكا سيمانه هكا اون توكا لي دو زوينين الوغ غنوريكم لو دوزيام اللي كديروا فيه ابري كيتشم زوين واحد النكهه زوينه ميرسي يكون شويه كيف ما كتشوفوا باقي شويه جاري خصو شويه يعقد جو بونس على هاد الطريقه غنديري ابري تيولي الفويم حميم مره غوز واحد اللوين تيبقى في الفم زوين بزاف وبالنسبه لاخر بالنسبه لاخر دونك كيف ما كنت قلت لكم سي براتيك كيتهز هكا كما تشوفوا او اوبس حتى هو لا نشوف ان ايطاليو بيدينا على هذا الشكل او تخليه بما تسالي الميناج ديالك ولا مهم تخليهم كيما لو طون كو تحسي بالشيفه ديالك شربوهم ولا مزيان ونشف يبدا يتفرط السكر دونك ابري كنمسحو ولا كنغسلو انا ما عنديش نغسلو دابا كيف ما كتشوفوا ابري شتو التحتانيه كتبقى فريمون غوز مع داك الكولورون تيعطي فريمون واحد نضيره بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل عندهم زروقيه وداك الشيء دونك هذا pour vous après une fois qu'on utilise le vrai lipstick de Forever pour maintenant bah je suis hydratée bien je les fais d'y aller ou mes prêches de couleur ou hydratée bien mais prêches n'ont pas besoin parce que je ne déroge jamais pour la le gloss d'y aller ou hadi je ne dirai qu'un seul bihom rotum bien quand vous n'êtes qu'on a dans ce voyage parce qu'on est qu'on est safe tu biha ou inshallah tant que vous n'êtes qu'on des دي غوسيت بحال هكا خليهم لي في كومونتير وما تنساوش لايك و ابوني تشاو